أخبار اليوم. النهاردة عندنا لقاء مع المهندس ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال، هنتكلم فيه عن ملفات كتير، هنتكلم عن مستقبل العلاقات المصرية الليبية الاقتصادية خلال المرحلة اللي جاية، هنتكلم فيه عن الشركات الليبية اللي ناوية تستثمر هنا في مصر خلال المرحلة اللي جاية، وخصوصا بعد القوانين الأخيرة اللي عملتها الحكومة زي قانون الاستثمار وقانون الثروة المعدنية الجديد. هنتكلم فيه برضو عن نشاط الشركات المصرية خلال الفترة اللي جاية في السوق الليبي، يعني في المجال الخاص بأعمار ليبيا. وهنتكلم فيه برضو عن المشاكل اللي بتواجه قطاع الصناعة في مصر وإزاي ممكن نحلها من وجهة نظره. هنتكلم برضو عن التشريعات المطلوبة من البرلمان اللي جاي فيما يخص القطاع الصناعي وقطاع الاستثمار وقطاع الأعمال في مصر. وإلى نص الحوار. في البداية بس كنت عايزة حضرتك تكلمنا عن الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال. الجمعية المصرية الليبية هي تم إنشائها سنة 2000، كان مجموعة من المستثمرين المصريين مع مجموعة من المستثمرين الليبيين تم إنشاء الجمعية. طبعا الهدف من إنشاء الجمعية هو العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وليبيا. انت عارف حضرتك ان المجتمع المدني لابد ان يبقى ليه دور كبير في العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وده أثبت نجاحه بنسبة كبيرة في مجال العمل الاقتصادي، ان رجال الاعمال دايما بيبقى لهم الدور ده اللي هو في الاخر بيؤدي الى زياده التبادل التجاري بين الدول وبعضها. احنا طبعا عارفين في مشروعات واستثمارات ليبيا هنا في مصر، تمام. يعني في اي قطاع شغاله او في قطاعات ايه حجم استثماراتها ايه؟ هل الفتره اللي جايه ممكن نلاقي استثمارات ليبيه جديده تدخل السوق خاصه ان هم عندهم مشاكل هناك، ولا الدنيا عامله ازاي؟ هو بالنسبه للاستثمارات الليبيه في مصر في استثمارات، وطبعا هي معظمها استثمارات تكاد تكون حاجات حكوميه، وهي موجوده في ثلاث قطاعات اللي هو قطاع البترول وقطاع البنوك وقطاع السياحه، ودي استثمارات حكوميه واستثمارات امنه. يعني حتى لما قامت الثوره في ليبيا فكانوا بينادوا باستثماراتهم في مصر، قلنا كلها استثمارات امنه في مصر فسابوها يعني. لكن استثمارات مصر في ليبيا هي معظمها إقامة مشاريع، يعني ما فيش حد مستثمر مصري راح ليبيا وعمل استثمارات هناك، لأن معظمها استثمارات في مشاريع إقامة مشاريع في ليبيا، يعني كلها شركات مصرية بتذهب إلى العمل في ليبيا تنفيذ مشروعات داخل ليبيا، ده معظمها يعني. بس لكن في تبادل تجاري كبير قوي من مصر وليبيا. لا ده يعني كان في قبل 2011 كان وصل حوالي 2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا اللي هو الحاجات السلع الاساسيه تجاريا. طبعا الرقم ده اتاثر بالفتره اللي فاتت عشان المشاكل اللي اتاثر بنسبه كبيره جدا. طبعا بنسبه قد ايه تراجع الصادرات؟ يعني يكاد يكون النهارده بنتكلم في 25% بس حجم صادراتنا ليه من اللي كنا بنصدره. طبعا ده نتيجه طبعا انه سوء الاوضاع الامنيه في ليبيا، يعني سوء الاوضاع الامنيه داخل الطرق، لان حضرتك عارفه ان نقل البضائع محتاج الى طريق، والطريق ده معظمه يعني غير امن حاليا يعني. من كام شهر كده كان في منتدى اعمال مصر الليبي اتعمل وعملته الجمعيه، وكان المفروض في كلام على مشروعات ثنائيه او مشروعات مصريه ليبيه هنا. هل في حاجه اتعملت في الملف؟ هو احنا لما عملنا المؤتمر دوت او لما عملنا المنتدى عملناه بصراحه كان عندنا بارقه امل ان الامور في ليبيا تهدى. فطبعا قلنا نستعد كمجتمع مدني وكرجال اعمال مصريين ليبيين ان احنا نبتدي نجهز مشروعات نبتدي نخش بيها السوق الليبي لما السوق الليبي تبتدي الاوضاع الامنيه فيه تستقر. ولكن طبعا للاسف نتيجه طبعا ان وجود حكومتين في ليبيا وعدم وجود حكومه وفاق وطني حاليا دلوقتي بيسعوا لانشائها، ده ادى طبعا الى كل المشروعات تم تاجيلها. ولكن احنا جاهزين باذن الله، عندنا رغبه اكيده ان احنا نخش السوق الليبي وزي ما كنا لنا السبق في الموضوع ده قبل الثوره، والمستثمرين الليبيين حابين التعامل مع الجانب المصري بنظام الشراكه طبعا. فان شاء الله اول بس ما الامور تبتدي تستقر هناك هنخش على طول بالمشروعات، وخصوصا ان الجانب الليبي يعني مصر بالنسبه لهم وقفت جنبهم وقفه جامده جدا خلال السنوات اللي فاتت. فطبعا هم بمنتهى الصراحه بيقول لك ان مصر يعني بالنسبه لنا هتكون هو البلد نمره واحد في ان هو يقدم لنا خدمات ونحن نفتح له السوق الليبي سواء في اعاده الاعمار داخل ليبيا
او سواء في الخدمات اللي ممكن يحتاجها السوق الليبي. تفتكر حجم المشروعات او يعني اللي هيتم تنفيذها في خطه عقد الاعمار الليبيه ممكن تبقى قد ايه؟ يعني هل هتبقى كبيره، هتبقى متوسطه؟ انا عايز اقول لحضرتك انه في 2012 كان الجانب الليبي راصد 200 مليار دولار على 5 سنين لاعاده اعمار ليبيا. مصر لو في نصيب هيبقى ليها نصيب كبير جدا جدا من هذا الرقم، ممكن ما يكونش على المدى القصير، ولكن لو قلنا حتى على 5 سنين فيعتبر ده هيكون له تأثير كبير جدا على حركة التجارة بين مصر وليبيا والاقتصاد المصري عموما. هتبقى نسبته قد ايه؟ نسبة المشاركة تتوقع ان هي تبقى ايه؟ يوم ما اتطرح الموضوع ده، اتطرح في 2012، كان نسبتنا لو قلنا 25% من النسبة دي كان يبقى كويس. لكن النهارده انا اقول لك فوق 60%. ليه؟ لان الكام سنه اللي فاتوا دول، 3 سنين اللي فاتوا، وقوف الشعب المصري حكومه وشعبا وقياده جانب الشعب الليبي ده سايب في نفس الليبيين اثر كبير جدا، وخلاهم النهارده بيقول لك لا، لو في نصيب ان شاء الله ويعملوا اعاده اعمار ليبيا هيكون للجانب المصري دور كبير في ونسبه كبيره من اعاده الاعمار داخل ليبيا. الاستثمارات الليبيه اللي موجوده هنا في مصر موجوده في قطاعات ايه وحجمها قد ايه؟ بصي، هو انا اخر رقم عندي كان قبل الثوره وكان حوالي 3 مليار دولار. 25 ولا 30؟ ثوره 25 يناير. الرقم ده من 5 سنين. كان حوالي 3 مليار دولار كانت استثمارات ليبيه في مصر، وتتمثل في زي ما قلت لحضرتك في البترول والبنوك وفي السياحة، قطاع السياحة. ولكن مرة كان السيد سفير ليبيا في مصر كان صرح قال ان الاستثمارات في حدود 10 مليار، ويعني طبعا العهدة طبعا عليه، لكن انا شخصيا اللي انا اعرفه كنت متأكد منه كان 3 مليار دولار. يعني طب خطة الجمعية المرحلة اللي جاية عاملة ازاي؟ احنا في دلوقتي يعني خلال الشهر ده المفروض هيبقى في برقه امل تشكيل حكومه، تشكيل حكومة طبعا احنا منتظرين تشكيل حكومه في ليبيا. اذا حصل ان شاء الله ده بيكون قريب باذن الله. احنا جاهزين كمستثمرين ليبيين موجودين في مصر. عندنا تعاون دلوقتي وثيق في مجموعه كبيره جدا من الانشطه، على سبيل المثال صناعة الدواء، صناعة الأجهزة التعويضية، صناعة مواد البناء، صناعة الهندسية، صناعة المنسوجات. ليبيا محتاجة كل ده. ليبيا دولة النهاردة داخلة في إعادة بناء دولة من جديد، إعادة بناء الدولة، وتشمل كل حاجة بداية من المدرسة وانتهاء بالمطار. إيه التسهيلات اللي مطلوبة من الحكومة الليبية عشان تساعد الاستثمار؟ هي التسهيلات المطلوبة منها انها اولا تفتح السوق الليبي، نمرة 2 تغير القانون هناك وتخلي قانون حرية التملك للاجانب زي مصر. ليبيا لغاية النهاردة ما عندهاش حرية التملك، عندهم انه حق الانتفاع، وده من ضمن الاسباب الكبيرة ان برافو عليك ان ما فيش واحد يقول لي طب ليه ما فيش استثمارات مصرية في ليبيا؟ طب انا هروح النهارده، انا مره فاكر كان في 2010 كان وزير السياحه في ليبيا فبيقول لي بيدعو المصريين المستثمرين المصريين في مجال السياحه ان يروح يستثمروا في ليبيا. قلت له انا هروح وابني فندق وافتحه. طب ايه مش هيبقى ملكي، يبقى ملك الدوله، هيبقى حق انتفاع. حق انتفاع، فطبعا ده لازم يتغير. ليه؟ عشان اذا كنت عايز استثمارات تجي لك، الا لو انت عايز بقى ناس تعمل لك مشاريع. الاستثمار الليبي ليها انتفاع هنا في مصر ولا تمليك؟ عايزين تبقى المعامله بالمثل. يعني النهارده حضرتك مصر النهارده ماشي بتسمح للاجانب بالتملك، طبعا في بعض المناطق لا زي سيناء والكلام ده، ولكن ده الاجنبي بيتملك مصر زي وزي، ودي ميزه. عشان كده النهارده المستثمرين بيجي مصر لانه عارف انه هيبني مصنع او هيبني اي مشروع بتاعه. في ليبيا للاسف ده كان مش موجود. دي من ضمن المعوقات اللي كانت موجوده. طبعا زمان كان في معوقات قبل الثوره، ان المعوقات طبعا موضوع التاشيرات، موضوع الكلام ده كله كان موجود، ولكن اعتقد ان شاء الله في ظل الحكومه الجديده وفي ظل الكلام ده ممكن يتغير بشكل كبير مع وجود برلمان ان شاء الله في ليبيا بعد الحكومه. ده هيساعد كتير قوي ان يبقى ليبيا بلد جاذبه للاستثمار، لان برضو زي ما احنا عايزين يبقى بلد جاذبه هم برضو عايزين يبقى بلد جاذبه للاستثمار. طيب
النهارده ما فيش دوله في العالم. السعوديه بتسعى للاستثمارات، امريكا بتسعى، حتى لو دوله غنيه بتسعى لزياده استثماراتها وتسعى انها تجذب مستثمرين جدد وبتحط حوافز لده. بس حضرتك كرجل صناعه، ايه اهم المشاكل اللي بتواجه القطاع الصناعي في مصر؟ اهم المشاكل اللي بتواجه قطاع الصناعه في مصر، اول حاجه ان دايما القطاع الصناعي مرتبط، الصناعه مرتبطه بالابتكار وبالتجديد، وده مرتبط بالتمويل. النهارده انا عندي مصنع، عندي ميكنه، الميكنه دي لازم بعد فتره بطورها، بجددها، بجيب تكنولوجي جديد، الكلام ده كله محتاج تمويل. اهم بند في تطوير الصناعه هو توفير التمويل الصناعي. بمعنى ايه التمويل الصناعي؟ بمعنى النهارده ان انا ما يبقاش عندي فايده بنكيه 15% على الكل، على التاجر والصانع. التاجر معدل دوران راس المال عنده من شهر من شهر لشهرين، الصانع من شهرين لست شهور. هل النهارده ابتدي ادي لده نفس الفايده؟ طب ده بيجيب خامة ومكنة ومكان وعامل وأجر وكهرباء ومي، وفي الآخر بيديني منتج ويعمل يبذل مجهود عشان يسوقه. هل نفس الفايدة دي أديها له؟ لا. عشان كده إحنا عندنا مشكلة في الصناعة في مصر لعدم وجود تمويل فايدة صناعية بسيطة للصانع. عشان النهاردة هتقول لي تعالى أنا هروح البنك أخد تسهيل ائتماني بفايدة 15% للتاجر، لكن للصانع ب 4%، انا اقول طب ما اروح اعمل مصنع احسن. ايه اللي عايد على البلد بقى ان اروح اعمل مصنع؟ ان انا هشغل عدد عماله قد ايه لما اعمل مصنع؟ اضعاف اضعاف التجاره. هزود الدخل القومي، ان انا هعمل منتج واصدره، يبقى جبت عمله صعبه للبلد. هزود بالظبط، هزود قيمه الاقتصاد، يبقى هنا الموضوع كبير قوي ان انا ابني في الصناعه. ولو قرينا التاريخ بتاع الدول كلها، هي امريكا حاكمه العالم ايه؟ اقتصادي صناعي. الصين النهارده حاكمه العالم صناعي. اي دوله، انجلترا، انجلترا النهارده لما حكمت العالم في فتره من الفترات وما زالت بالصناعه. المانيا، المانيا بلد صناعي، حاكمه الاتحاد الاوروبي بالصناعه. فاللي انا عايز اقوله ان لازم نهتم بالصناعه. من اهم المعوقات عدم وجود تمويل كافي للصناعه في مصر. غير التمويل، غير التمويل مفيش شك برضو ان عدم وجود توسعات اراضي صناعيه. هي على فكره الاراضي موجوده، ولكن مشكله الترفيه، واحنا حلينا الموضوع ده. مش عايزين نقعد نقول عدم وجود اراضي صناعيه بس مش مرفقه. طب انا عندي حل. طب ما بعد اذن حضرتك، طب ما انا اديها للصانع هو يرفقها. 10 يجتمعوا مع بعض يرفقوا. ابعد عن قصه المطور الصناعي دي بعد اذن حضرتك، دي انا ضده. ليه بقى؟ المطور الصناعي دي مصلحه، دي ده شغل، ده بيزنس. الراجل بياخد المتر الارض النهارده ب 100 جنيه بيبيعه لي ب 1000. ما هو لا، مبدا غلط. انا هدي للصانع ب 100 جنيه زي ما هو. 10 مع بعض هيجتمعوا ويدي له شروط يمشي عليها. لو انت عايز تعمل تطوير للمكان ده وتطور المكان وترفقه، 1 2 3 4 الرولز دي تمشي عليها. ده اللي انا بتكلم عليه. فكل 10 كل 15 يطوروا منطقتهم. يبقى انا حليت مشكله الاراضي الصناعيه، وهو طورها بقى وعمل اللي هو عايزه واشتغل وانتج وتوسع. نمره 3 هو عدم وجود ايدي عامله مدربه. دي برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا في الصناعه. النهارده في خريجين كتير جدا، لكن ما حدش فيهم اولا اما لا يصلح سوق العمل. ليه؟ لازم النهارده اتوسع في التدريب واتوسع في تثقيف الناس دي واعمل التدريب التحويلي. النهارده حضرتك انا بيتخرج كل سنه 100,000 لسانس حقوق. هل مصر مستعده كل سنه ل 100,000 محامي؟ مثال 200,000، تمام؟ ده رقم كبير جدا. ما حدش في التوقيت دوت هيقدر يستوعب الكلام دوت في مصر. فالنهارده اخد بتاع لسانس الحقوق ده وادربه، اعمل له تدريب تحويلي، واعمل له تدريب تحويلي. تدريب التحويلي ده حضرتك ده اللي احنا ناخده ونبتدي نأهله ان يشتغل مراقب جوده، مراقب انتاج. مراقب جوده ده في التصنيف الصناعي مهندس، مراقب انتاج ده في التصنيف الصناعي مهندس. بس انا بدل حولته، بدل ما هو خريج لسانس حقوق وهيلاقي هيتعب جدا ما يلاقي فرصه عمل في الشؤون القانونيه،
انا خليته بقى راجل مهتم بالجوده ومهتم بالتصنيع، وفي يوم من الايام هيبقى صاحب مصنع، يبقى صاحب مشروع، اهله يبقى صاحب مشروع. من وجهه نظرك ايه اهم التشريعات دي اللي ممكن تساعد العجله تدور والدنيا تمشي، يعني تقضي على المشاكل اللي احنا بنواجهها دلوقتي؟ اهم التشريعات من وجهه نظري اللي هتساعد المجال الصناعي بس، ولا الاستثمار بشكل عام؟ الاستثمار بشكل عام مش بس الصناعي، يعني الصناعه ومناخ الاعمال. يعني مناخ الاعمال، اولا احنا عملنا قانون اللي هو قانون الاستثمار الاخير. قانون الاستثمار الاخير قانون جيد جدا، ولكن لغايه النهارده احنا لم نرى اثاره على الارض، لان المستثمر الاجنبي مش هيجي مصر الا اذا كان المستثمر الداخلي مبسوط وشغال وعنده مناخ قابل وجاذب للاستثمار. لان هو عايز حاجه، هو مش هيجي مع احترامي لا بمؤتمر ولا هيجي بالحكومه تعمل ترويج، لا هو هيجي بان هو يكلم المستثمر اللي في مصر اللي قريب من مجاله. مناخ الاستثمار عامل عندك يقول لا ده مناخ كويس جدا وزي الفل، الراجل هيجي. لا والله ده مناخ غير جاذب للاستثمار، الراجل مش هيجي. طيب من وجهه نظرك ايه المفروض يتعمل؟ اول حاجه حضرتك لازم موضوع اقدم حوافز للمستثمر، بمعنى انا مش بقول حوافز ان انا بسميها تسهيلات، الله ينور عليك، انا عايز تسهيلات، مش عايز ان انا اقدم للمستثمر ان انا اقول مثلا انا حمايه، انا مش عايز حمايه المستثمر. بمعنى ايه حمايه؟ ان انا مثلا هو والله هو بينتج مثلا وحدات اضاءه، فانا هروح جاي فارض رسوم حمايه على وحدات الاضاءه اللي جايه من بره، لا يبقى انا كده مش عايز كده. انا عايزه ان هو ينافس، بس جيش النهارده اقول له والله انت النهارده تكلفه المنتج عندك اعلى من تكلفه المنتج المستورد. ليه؟ لان التطوير مكلف، الحكومه ما بتساعدش في التطوير، ما بتساعدش في تطوير الصانع. لذلك انا شايف ان الاساسي نمره واحد التمويل، اذا كنت عايز تعمل نهضه صناعيه في مصر لازم في عندي تمويل صناعي، لازم يكون في ايد عامله مدربه. يعني ايه مدربه؟ انت طلع لي خريج وانت قول للخريج دوت لازم تروح المصنع تتدرب في توسع في اماكن التدريب التحويلي للخريج. نمره ثلاثه اديني ارض مش عايزها مرفقه. الكفاءات ديت ممكن انا استثمرها بالظبط، ده انا ممكن اوديها لجا تشتغل. تيجي النهارده حضرتك توسع في الشريحه الضريبيه، ده من ضمن الحاجات المهمه جدا. النهارده حضرتك 75% من الاقتصاد المصري اقتصاد غير رسمي، و25% هم اللي انت حاططهم قدامك عمال تاخد منه ضرائب، تاخد منه كهرباء، تاخد منه تامينات، تاخد منه كل حاجه. وال75 ده انت سايبه ليه؟ عشان هو خايف يخش في الضريبه. ليه؟ لانك انت عامل شريحه ضريبيه عاليه. بلاش كده، تعال النهارده حضرتك اعمل تحفيز للناس دي انها تخش في الشريحه الضريبيه. قول له تعال النهارده اللي بيعمل في 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 صناعات صغيره او متناهيه الصغر خمس عمال فيما فوق وامن عليهم، انا هديله خمس سنين اعفاء ضريبه، ثلاث سنين اعفاء ضريبه في الصعيد، بس في الصعيد بعد اذن حضرتك. ده انا هشجعك، ده انا هعمل لك تامين صحي، مش انت امنت على الناس اللي عندك واشتركت في الضريبه، هعمل لك تامين صحي، يبقى الناس تتعالج ببلاش على حساب الدوله. التشريعات المطلوبة للقطاع الصناعي وقطاع الاستثمار وقطاع الأعمال من البرلمان اللي جاي؟ ما أنا قلت لحضرتك عايزين التشريعات المطلوبة العمل على واحد، وجود تمويل صناعي، نسميه كده تمويل صناعي. هيبقى في تشريع بيه يعني؟ يبقى في تشريع، لأن حضرتك النهاردة البنوك بتحجم عن التمويل الصناعي. طيب. ليه؟ لأنه هو بيدي فايدة 14%، هو البنك تاجر، البنك عايز يكسب. انا مره اتكلمت مع احد رؤساء مجالس البنوك قال لي انا عندي فلوس، ودي فلوس مش فلوس، دي فلوس ناس وانا بشغلها لهم، انا لو لقيت واحد ياخد مني 20% هديله، هو عنده حق. مين بقى اللي يعوض الفجوه دي؟ دور الحكومه. تمام. سواء بقى من المنح الخارجيه، سواء من انها تعوض الفرق، ما هيعود عليها في الاخر برضه، ما لما هزود الصناعه وافتح مصانع اكتر، ما هو بتشغل لي ناس، والناس اللي بتشتغل دي ما دي في رقبه الدوله، في رقبه الحكومه انها تشغلها. فالنهارده بشيل انا عن كاهل الدوله فرص عمل انا بوفرها لهم كمجتمع صناعي. فابسط الامور ان هو يوفر لي تمويل ويربط حوافز التمويل دي بعدد العماده المؤمن عليها.